السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناه بصفحة ديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وعيد مبارك سعيد بالصحه والراحه وباش كتمنوا ان شاء الله. من بين الاطباق ديال العيد القطبان ديال اللحم مشويين، غادي نتقاسم معكم الطريقه ديال التحضير ديالهم، التتبيله اللي كتخليهم يجيو هشاش ورطبين وكيجيو لذاذ بطبيعه الحال. وكذلك كنرافق هذا الطبق بفلفله مدقوقه، هذه السلطه اللي دائما كتكون مرافقه العديد من الاطباق، كتجي لذيذه وسهله في التحضير ديالها. بقوا معي حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا المكونات ديال التتبيله ديال اللحم وكذلك الفلفله المدقوقه. ما تبخلوش عليا بلا لايك والتعليق، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم واحبابكم باش تعم فائده. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. وغادي نبدا على بركه الله في التحضير ديال الاطباق ديالي، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. هنايا غادي نبدا في الاول بالتقطاع ديال اللحم. هنايا عندي الطرف ديال الفخد، ما غاديش نقول لكم الكميه شحال، انما كل واحد غادي يدير على حسب الافراد الاسره ديالو او على حسب الضيف اللي عندك. المهم غادي ناخذ هذا الطرف ديال اللحم وغادي نقطعو مربعات او مكعبات. بالنسبه للحم دائما كنحاولوا نقطعوا الطريفات اللي يكونوا كبار شي شويه، ما يكونوش صغار بزاف باش ما كيبسوش ملي يكونوا كيطيبوا، كتنشف اللحم وما كتجيش مزيانه، كتجي يابسه هكا في الماكله. صافي، بعد ما كملت التقطاع ديال اللحم غادي نزيد على هذه الكميه هذه نص ديال البصله كبيره. هنا عندي بصله كبيره، تقدروا ديروا بصله صغيره او متوسطه، غادي نقطعها حتى هي رقيقة. وغادي نزيد ربيطة ديال المعدنوس تكون بحال هذا الشكل هذا. مهم كمية مهمة ديال المعدنوس، ما كنستعملش القزبر، كنستعمل غير المعدنوس، وما كنستعملش الثومة، كنستعمل غير البصلة. حتى هو غادي نقطعه رقيق. ودابا غادي نبدا كنزيد في التوابل. بطبيعه الحال غادي ندير الملح، غادي نزيد الابزار تقريبا واحد نص معلقه صغيره، غادي نزيد معلقه ديال الكمون، وغادي نزيد معلقه صغيره ديال التحميره، وغادي نزيد الزيت الزيتون او زيت المائده، كل واحد على حسب اللي بغى. انا كندير زيت الزيتون، تقدروا ديروا زيت المائده مخلطه مع زيت الزيتون او غير زيت المائده فقط، كل واحد على حسب الزيت اللي عنده. كاين اللي كتكون عنده زيت الزيتون مجهده فما تكثروش منها باش ما يجيكمش الشوا المذاق ديالو شويه مجهد. انا الزيت هنايا عندي ما قصحش بزاف، غادي ندير غير زيت الزيتون تقريبا واحد جوج معلقات كبار. هادو هما التوابل اللي كنتبل بهم اللحم من شحال هادي، يعني كيجي لذيذ بزاف. غادي نخلط اللحم وبطبيعه الحال غادي نخلطو بيديا. غادي ناخذ زلافه كبيره بحال هذا الشكل هذا وغادي نخليه تقريبا واحد الساعه قبل ما نقدر كنشويه. ضروري ما كنخليه مرقد اللحم باش كيشرب هاد الشرموله كلها. المده الكافيه بالنسبه للفلفله المدقوقه او الغياتيه كل واحد كيفاش كيسميها، كنشوي الفلفله والمطيشه في الفران او لا كنشويوها على الفخر يعني على الفحم. هكا كنا كنشويوها شحال هادي ودابا ولينا كنشويوها حتى في الفران فبحال بحال، او لا كتديوها للفران ديال الزنقه. هذه الفلفله عندي هنايا الفلفله بلديه، يعني الفلفله ديال الصيف ماشي الفلفله غليظه، كتكون حلوه وحاره في نفس الوقت، يعني ما حلوهاش بزاف وما حراش بزاف. بالنسبه للكميات تقريبا كنديروا الكميه ديال الفلفله كتكون غالبه على الكميه ديال المطيشه، المهم على حسب الكميه اللي غادي توجدي نتيا. كنشويوها في الفران وملي كنخرجوها من الفران كنغطيوها بشي بلاستيكه بحال هكا باش كتعرق وباش كتجي سهله في التقشير وباش ما كنغسلوهاش وكتبسل.
صافي كنخليها حتى كتبرد وكنبدا كنقشر الفلفله. بالنسبه للطريقه ديال التقشير ديال الفلفله كتكون سهله ويعني معروفه. المهم ملي نقشروا الفلفله ما نغسلوهاش بالماء نهائيا باش ما تبسلناش. هذاك الشيء علاش ملي تخرج من الفران مباشره كنديروا لها بلاستيكه. وهاد الفلفله كيف ما كتلاحظوا الحيمه ديالها او هاد اللب ديالها كيكون رقيق ما كيكونش غليظ وكتجي لذيذه بزاف. هاد الفلفله كنحيدوا لها الزريعه ديالها بهذا الشكل هذا كنتخلصوا منها نهائيا. غادي نقشر الفلفله اللي عندي كامله وغادي نقشر حتى مطيشه. بالنسبه للمطيشه كنحيدوا لها هذا القلب اللي كيكون شويه قاصح. انا هنايا هذا النهار غادي نصاوب الفلفله بلا دقاق وبلا قدحه، يعني داك الصحن ديال العود غادي نصاوبها غير بالقراده لان حتى الناس بزاف اللي ما عندهمش هذيك القدحه فهذا ماشي ضروري يعني نوجدوا الفلفله ديالنا بالطريقه التقليديه. ماشي مشكل، غادي نقطع الفلفله رقيقه بالقراده. كنقرد الفلفله في الاول رقيقه مزيان وعاد غادي نرجع نقرد موراها مطيشه. بالنسبه للتوابل ما غاديش نديروا لها شي توابل اللي كثيره، عندها جوج المكونات فقط. كنديروا لها الملحه، ملحه على حسب الذوق، كنملحوش بزاف، وزيت الزيتون فقط لا غير. ما غاديش نديروا لا ثوم لا كمون لا حتى شي حاجه. هذه هي الفلفله مدقوقه التقليديه اللي كنحضروا صافي وكنخلطهم مع بعضياتهم. بالنسبه لزيت الزيتون يعني كنديروا كميه مهمه من زيت الزيتون فهذا هو السر ديال اللذه ديال هذه الفلفله. وهذه السلطه ضروري ما كتكون مرافقه جميع الاطباق سواء اللحوم يعني طويجنات او لا حتى القطاني، فضروري ما كتكون متواجده فوق الطاوله او فوق المائده. وكنقدموها بهذا الشكل هذا. الى بانت لكم الزيت قليله كنزيدوا لها الزيت ملي كنبغيو نقدموها بهذا الشكل هذا باش كتجي الزيت من فوق باينه. بعد ما كيرقد لنا اللحم مزيان غادي ندخلو دابا في القطبان. بالنسبه للقطبان كنت مرطبه في الماء، الاحسن انكم ترطبوا هذا القطبان ديال العواد في الماء باش ما كيتحرقوش بسرعه.
وهكذا قدمت القطبان ديال اللحم مشويين بهذه الطريقه، كيجيو لذاذ بزاف، كيجيو هشاش ورطب. كنتمنى حتى نتوما ينالوا اعجابكم. رافقتهم بالسلطه التقليديه ديال مطيشه والبصله والخيار، وكذلك الزيتون والفلفله مدقوقه مع مطيشه اللي حضرت معكم. هذه هي السلطه المرافق الرسمي لجميع الاطباق. وكذلك وجدت الفقوس مطحون مع السكر والخل والزعتر، كيجي لذيذ بزاف بهذه الطريقه وكيجي منعش. وجدت كذلك تشيبس، كيف ما كتعرفوا الاطفال كيعجبهم تشيبس. كنتمنى الطبق ينال اعجابكم، وتحضروا حتى نتوما القطبان بهذه الطريقه، غادي يعجبكم ان شاء الله، لانهم كيجيو لذاذ بزاف وكيجيو رطب. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبالتعليقات، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم واحبابكم باش تعم الفائده. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. والى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.